السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير من خلال البث التجريبي لهذه الصفحة من صفحات الفيس كما يقولون. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من دعاء الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحرصوا على الدعاء في الساعة الأخيرة أو في الثلث الأخير من الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وبالله التوفيق. هذا وإلا أن ترد الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. عزك الله. لو سمحت يا شيخنا، أنا مقيم في المملكة العربية السعودية. أيوه. وفي مكاتب موجودة مخصصة مكتوب اسم المكاتب مكاتب القروض. مكاتب القروض. ايوه نعم، مكاتب القروض. اه. والمكاتب دي يا شيخنا بتعطي نظام بطايق شحن. نظام بطايق شحن. ايوه نعم، وليكن مثلا انا محتاج بطايق بمبلغ 10,000 ريال. يعني هم يقرضونك القرض في صورة بطاقات شحن. ايوه نعم. حتى يفروا من الربا. ايوه نعم، ده المقصود منه. آه. بياخد 50% نسبة. ان الحيل محرمة إذا كانت تفضي إلى محرم. أنت لست في حاجة إلى كروت شحن، وتشتري بمليون ريال كروت شحن منهم، وبعدها تبيعها ب800,000 ريال نقدا. نعم. لا، هذا ربا واحتيال على الربا. غفر الله لنا ولك. جزاك الله خيرا. وياكم وياكم. نعم. اظهر الأسئلة المكتوبة لأن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا كابتن. نعم. نعم. الشيخ دلوقتي معايا؟ أي معك، تفضل. ربنا يحفظك يا سيدنا. أنا بس طالب من حضرتك إن حضرتك تدعي لي بالشفاء لأني مريض جدا بالله عليك. الله يعافيك. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أزر السؤال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، كيف حال حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. شيخ مصطفى، الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود واجب طعامهم مع التطبيع، ما حكمه؟ ايوه، المقامات تختلف، ومساله التعاملات مع اليهود مساله ذات شجون لا ينظر فيها من جانب واحد، لا ينظر اليها من جانب واحد، بل ينظر اليها من عموم مسائل المفاسد والمصالح، من نوعية التعاملات، المفاسد العامة والمصالح المترتبة لا ينظر إليها من جانب واحد، فنظرات إلى ميسرة. بارك الله فيك. شكرا. الأسئلة عن التطبيع كثيرة. نعم. يقول: امرأة لا تريد أخذ الميراث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أكلم الشيخ والله لو سمحت؟ اتفضل.
ازي حالك يا شيخنا، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا ينفع فيك ويبارك يا رب. وياك وياك، اتفضل. نسالك وانت مولانا والله. الله يبارك فيك، اتفضل. جزاك الله خير. وياك. يطلبون رقم الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مش عارف أشغل لي، لكن إن شاء الله ماشي صح. أنا بفتح على الناس. حكم ألعاب الأطفال المجسمة على شكل الإنسان. لعب الأطفال مستثنى من النهي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا مولانا، تفضل. الله يغفر لك. أسأل حضرتك، أطلب من حضرتك نصيحة. نعم. يريد ارفع صوتك. سمعني يا مولانا؟ ايوه ارفع صوتك. اطلب من حضرتك نصيحة لطالب علم يتمنى ويرجو الله ان يكون مثلك. لا، ما نحب يكون مثلي، يكون مثل الصحابة افضل. الله يكرمك. عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله الثابتة الصحيحة والفقه فيهما مع تقوى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حركة الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. بعزك يا مولانا دلوقتي في موضوع من ينزل على صفحات على الفيسبوك يقول أنا العبد الفقير، هل هذه الكلمة فيها اسم ولا عادي أنا العبد الفقير؟ والله يعني كلمة العبد لله، العبد الفقير، أحقر عباد الله، كل هذه الاصطلاحات لم تكن على عهد الرسول، وإن كانت هي حقيقية. يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن هل سمعت أن أبا بكر كان يقول من أحقر خلق الله إلى فلان، أو من العبد الفقير، أو العبد لله؟ ما اصطلاحات، تكلم بالاصطلاحات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم لك. السلام عليكم. بارك الله فيك. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. مش عارف. السلام عليكم. مش عارف. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك، تفضل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ويبارك في عمركم والتاني ببقائكم، اللهم آمين. وبيك الله يسلمك، تفضل. الحبيب أرسل الله أن يحبكم في الله. أحبك الله. آمين آمين. شيخنا الحبيب، ثانيا تتكرم على أخيك، وأنا أرسلت لأخي عبد الرحمن وفقه الله رسالتين لطلب آمل التكرم بالموافقة عليه شيخنا الحبيب، ولعل أخي عبد الرحمن يخبركم به بعد اللقاء إن شاء الله، وتطلبونه منه بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. حاولت الاتصال بكم مرارا وتكرارا شيخي. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. لكن انشغالك، وجزاكم الله عني خير الجزاء. أحسن الله إليك. وإليكم. وإليكم مع السلامة. تفضل شيخنا الحبيب. السلام عليكم. ايوه انا عايز تعمله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مصطفى والله اني احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. سؤال يا شيخ مصطفى، منهجيه دراسه الفقه هل تكون بمذهب معين او ان ومن ثم تطرق المذاهب الاخرى؟ لا 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 تكون بمذهب معين، اذا درست المذهب كعناوين فقط، كعناوين مساله حكم مس الذكر، مس المراه ينقض او لا ينقض، المضمضه والاستنشاق واجبتان او ليس واجبتان، كعناوين. لكن الأدلة هي الحكم. منهجية أخذ العلم نفسها. الله يسلمك. سامعين. اعملوا عام لأن أنا مش فاهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، خلي بعد إذنك عبد الرحمن يثبت رقم الاتصال على الشاشة عشان الناس بتطلبه كتير. حاضر، ثبت رقم الاتصال. ونسألكم الدعاء وبارك الله فيك وفي عمرك فضيلة الشيخ. وإياكم، الله يسلمك. حفظ الله، السلام عليكم. الله يحفظك، السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت رقم الاتصال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. اسألك الدعاء لأمي وزوجتي. الله يوفقك وأمك وزوجتك والسلام والسلام. إن هي مريضة، أمي محجوزة حاليا في المستشفى، فأسألك الدعاء ليها. الله يشفيها ويعافيها يا رب. ربنا يكرمك يا رب كده ويخليك لنا يا رب، ويجعل العمل دايما صالح يا رب. وإياكم وإياكم. وتشرفت باتصال بحضرتك. الشرف لنا، الله يستر عليك. الله يكرم حضرتك. مع السلامة. مرحبا مدس. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. فين الرقم يا عبد الرحمن؟ مثبت؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ اي نعم. اختي لدي 5 اولاد وزوجها لا يعمل متكاسلا. لا يعمل متكاسلا. وكتير كلمته في الموضوع ده وغضبت كتير وكده، وهو ما تغيرش خالص. يعني عنده صحة وعنده شغل؟ عنده صحة ويحب النوم. في شغل كتير اتعرض عليه وهو بيرفض. ويحب النوم. بيحب النوم والخروج ويقابل الناس ويروح مظاهر والكلام ده، وبيشتغل في زي السمسرة والحاجات دي، وعلى طول بيشتم وعلى طول في البيت وزعيق وصوت عالي والكلام ده. والسؤال، هي دلوقتي تعمل ايه؟ هي سايبة بيتها دلوقتي وهي مش عارفة تعمل ايه مع اولادها، وهي ملهاش دخل. بأكلها وشربها ولا ايه؟ هو بيأكلها ويشربها. ايوه. منين؟ من نصب ولا من فلوس حلال؟ كده وكده. من نصب على ماشي في مواضيع اثار وماشي في مواضيع تانية، حاجات غريبه كده. وسمسره. لا، السمسره مش مشكله، ما يوصل ويصالح بالناس مثلا، وسلف كتير وناس كتير بتطالبهم بالديون دي وهو مش عارف يسد. وهي عند ابوها الان؟ عند ابيها. هي دلوقتي عند ابوها، وهي سايبه 3 اولاد معايا ومعاها ولدين. هو عامل ايه؟ حريص عليها ولا بيقول اذا ذاب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار؟ حريص عليها جدا، بس على طول يشتمها وعلى طول يزعق لها في البيت ويزعق للاولاد على طول. خلاص، لما يجي لكم اشترطوا على الشروط التي تريدونها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. احنا الفاضل. تفضل. وياك. السؤال، في جارتنا صاحبة زوج، حصل مشكلة بينها وبين زوجها على صاحب زوجتك حصلت مشكلة بينها وبين من؟ بين زوجها. ومن زوجها؟ وبعدين؟ زوجها شاف رقم تليفون بيعكسها على الموبايل. شاف رقم؟ فتخيل ان هو راجل وكده، فايه زوجتي تدخلت وقالت ان رقم التليفون ده يخصها هي، يعني يخص زوجتي. كذبت زوجتك لانقاذ الموقف. كذب. فاستشهد بيا ان ده الرقم ده يخص زوجتك، فانا قلت له يخص عشان ما يحصلش مشاكل وانفصال وكده. طيب، وانت متاكد ان زوجته عفيفه؟ مش متاكد للامانه. مش متاكد. بس انا عملت كده يعني. يلا اللي فات انتهى، الله يستر بقى وخلاص. استغفر الله. استغفر الله ولا تعود. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك عن اقوال العلماء في وقوع الطلاق بلفظ علي الطلاق، وما هو الراي الراجح؟ هذا يمين، يكفر كفاره يمين ولا يقع بها طلاق، لان اغلب الشيوخ هذا اللي اختار ان هو طلاق معلق. اي من اختار انه لا يقع، يكفر كفاره يمين. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت يا شيخ ممكن سؤال لو سمحت. اتفضل. دلوقتي في مخطوبة اتخطبت فخطيبها سابها، هل يحق للمخطوبة ان هي تاخد الذهب اللي هو قدمه؟ لا، الذهب في بلادنا مصر من الصداق، من الصداق، لانهم يتفقون عليه، فليس للزوجة فيه حق، ليس المخطوبة فيه حق، انما اذا كانت تكلفت له وتركها بلا سبب يجوز ان تاخذ قدر الغرامات التي غرمتها له ان كان هو التارك بدون سبب. هو التارك كما اخبرتك، ليس الذهب كله، انما نعم. قدر الغرامه. السلام عليكم. نعم جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله شيخنا. احبك الله الذي احببتنا له. فالاول شيخنا، لي جار لا يصلي تكاسلا، هل يجوز لي ان احسن اليه من مالي ومن يجوز ومع دعوتك اياه الى الله؟ نعم. سمعي. وان كان لا يصلي جحودا؟ جحودا يكون كافر. سمعي. يعني لا احسن اليه. الله يسلمك. ما قلت لا تحسن اليه، هو جار، انت تضيف علي ما لم اقله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك كنت عايز اعرف حكم شهادات الاستثمار في البنوك. حرام. حرام؟ ايوه حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. سؤالي يا شيخ، كيف يختلف يعني أقوال العلماء بالنسبة، يعني أنا شفت الشيخ الحويني حفظه الله يقول إن الأحاديث في فضل سورة ياسين كلها ضعيفة أو باطلة. صحيح، كلامه صحيح. ففي أخ من الأخوة عرضت عليه هذا الكلام فواجهني بكلام لابن كثير رحمه الله. أيوة، من أحد كتبه. يعني أنا بس محتاج توضيح إزاي يعني يذكر الحديث. هل ابن كثير قال الحديث صحيح؟ هل ابن كثير قال الحديث صحيح؟ سامع. ما قال. خلاص ما فيش تعارض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ تفضل. الله يسلمك. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا يعني بتصل بس إن أنا ببلغك يا رسالة إن إحنا بنحبك في الله. أحبك الله. وبنتمنى منك إن أنت تستمر وربنا يحفظك ويبارك في من مثلك. الله يكرمك. الله يبارك فيكم. وجزاك الله خيرا على العلم، وجزاك الله خيرا على ما تقدمه، وجزاك الله مثله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيد يا بدوي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن يكلم فضيلة الشيخ؟ تفضلي. نعم نعم نعم. بقول لحضرتك. السلام عليكم. بقول لحضرتك اني انا عندي عندنا بيت ورثة. ايه. ومش متحدد نصيب كل واحد. هو البيت مسكون وفي ورثة ساكنين في البيت. طيب وبعدين؟ انا دلوقتي عايزة اخد نصيب وابيع نصيبي. الورثة مش راضيين، اللي قاعدين في البيت مش راضيين لا يبيعوا ولا يهدوا ويبنوا ولا اي والسؤال. حاجة. والسؤال ايه؟ عايزة اعرف نصيب ازاي واخد نصيب ازاي. طيب واحد يتدخل من اهل الاصلاح يقول لي يا جماعة اختكم تريد نصيبها، اما ان تشتروا منها او تبيعون لها او تأخذون حقها بالايجار. بس واحد دخل. السلام عليكم. والله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خيرا. الله يبارك فيك. تفضل. عندي ثلاث بنات
والآن في عمليات لاختيار جنس المولود وأنا وحيد والدي ووالدي متوفى. يعني أنت تسأل عن اختيار جنس المولود، لا بأس ما دام اليقين في الله ثابت، فهذا نوع من أنواع الأخذ بالأسباب، ما دمت تثق في أن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، تثق في هذا تماما، وإنما تأخذ بالأسباب لا بأس. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. صح صح يا أختي، الله يكرمك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. صحصحي كده، صحصحي الله يستر عليك. تفضلي. الشيخ مصطفى؟ اي نعم. اسألك الدعاء لي بالله عليك يا شيخ. الله يوفقنا وياك يا اختي، وارزقنا وياك النشاط. والاولادي بالله عليك يا شيخ. الله يوفقك واولادك ويعينك على طاعته ومرضاته. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ اي نعم، تفضل. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه، تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا بعمل في شركه، تمام؟ الشركه دي شركه توزيع. ها؟ بعمل في شركه توزيع. شركه توزيع وبعد؟ فالتوزيع مثلا في المنتج في الشركه ب 35 عندنا. اي. وفي الشركة الأخرى مثلا خلصت من شركة أخرى ب 33. تمام؟ وأنا عرضت على الزبون ب 34. يعني أنتوا بتبيعوا بكام؟ ب 35 ولا ب 33؟ إحنا مثلا بنبيع ب 35. أيوه، الشركة المنافسة بتبيع ب 33. فأنا خلصت نفس المنتج. نفس المنتج. أيوه. خلصت فيه ب 33. خلصت فيه ب 33، يعني إيه يعني؟ بعت أرخص من شركاتك ما كلفتك. طب لماذا؟ طب ما انت هتغرم الشركه. ما انا مش شغال من يعني الشركه دي بعيد عننا فيها، يعني بخلص مثلا لمنتج للزبون مثلا. يعني انت مكلف شركتك تبيع ب 35 وانت وكيلها في البيع، بتروح تشتري من شركه ثانيه ب 33 وتبيع ب 34، استغللت منصبك واخذت ما ليس لك. أخبر شركتك بالذي تصنعه، إن وافقتك وافقت، ما وافقتك فلا. السلام عليكم. بارك الله فيك. وفيك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. اي نعم. الله يجزيك خير يا شيخنا، انا بحب اهل الفضل زي حضرتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. شفاعات يوم القيامه وحضرتك ما تعرفنيش، هل يشفعوا لنا من نحبهم مثل عموم المؤمنين يشفعون للمؤمنين باذن الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انتم باشد مجادله منكم في الدنيا من مجادله المؤمنين لربهم في الاخره في إخوانهم الذين ماتوا دخلوا النار، يقول يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. بارك الله فيك. ربنا يرفع قدرك يا رب. وإياك وإياكم. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك السؤال الأول بس، في وسيط هياخد مني مبلغ من المال يعطيه الشركة بتشغله. والفايدة على رأس المال، فايدة غير ثابتة أو غير ثابتة بس على رأس المال. يعني الربح على رأس المال، يقول لك دفعت لي 1000 تاخد 20 جنيه شهريا مثلا. أيوه تمام كده. أيوه. لا يجوز. قد تخسر، قد تركض السلع، لا يجوز. السلام عليكم. لا اله الا الله. السلام عليكم. ما اعرفش اشغل. وعليكم السلام. ما يخرج من بطن الارض يا شيخنا، هل عليه زكاة؟ ما يخرج من بطن الارض من اثار مثلا الركاز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. اما قوانين الدولة لا اعرفها، لا أعرف قوانين الحكومة. لكن
قوانين الشريعة أعرفها الحمد لله. الخمس بس، لكن في جزئية، في جزئية، هل الخمس هذا يخرج يصرف في مصاريف الصدقات العامة أو مصاريف الزكاة؟ لم يوضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما حكم أن أبدأ في دراسة علم الحديث دراسة تأصيلية قبل أن أدرس التفسير؟ دراسة ما حكم أن يعني أن أبدأ في دراسة الحديث؟ شيء طيب، قبل أن شيء طيب انك تبدا في دراسه الحديث، لان التفسير ينبني على الحديث. اذا جئت تفسر ايه بحديث والحديث ضعيف ضل سعيك، اذا كان الحديث يعني موضوع ضل سعيك. يعني ما اخطات في البدايه بدراسه علم الحديث؟ لا، انا اقول لك تعلم علم الحديث، انت تفسر باثر عن ابن عباس، والاثر مكذوب على ابن عباس، كنت تفسير غلط. السلام عليكم. يقول حرك الأسئلة هيك كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. أبو مصعب مع فضيلتك الشيخ عصام. نعم نعم، يا أهلا وسهلا يا دكتور عصام. الله يحفظك. الحمد لله على السلامة يا أبو مصعب. والسداد يا رب. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لا حرمنا الله منك. زادكم الله الحمد لله على السلامة وتوفيقا ورشادا. الله يبارك فيكم يا شيخ عصام، ونفع الله بك يا بور سعيد وأهلها. جزاكم يا دكتور عصام، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. تفضل. شكر الله لك، شكر الله لك. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أخوان الكريم. الله يسلمك. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مولانا حدثتك قبل بشأن تعليم علوم الحديث كيفية التضعيف والتصحيح. هذا علم لا بد من دراسته دراسة متقنة. لا يكفي فيها أن أقول لك كما تقول علمني السباحة وأنت نايم على السرير. لازم تنزل على البحر وتعلم وتغرق ويشتلوك وكذا، لكن تقول لي علمني علم الحديث وانت في البيت؟ تعال انهض زرنا ان شاء الله باذن الله تتعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. اتفضل. زكاة الفاصوليا. زكاة الفاصوليا؟ نعم. زكاة الفاصوليا فاصوليا. اي في زكاة زروع ولا زكاة لا زكاة يارب. زكاة زروع. إذا بلغ الناتج الأملاح واحدة واحدة كده بس لما نكلمك. نعم. على زكاة الفاصوليا. نعم. إذا زادت الفاصوليا عن خمسة أوسق تقريبا خمسة أرادب زكي عليها، زكي عليها نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. خلاص؟ نعم. أما زكاة الفاكهة فمختلف فيها، فيرى الجمهور عدم إخراج الزكاة على الفاكهة، ويرى الأحناف إخراج الزكاة على الفاكهة. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر عام، ولأن الله قال والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا أما حديث ليس في الخضروات زكاة فضعيف، فذاك رأي الأحناف قوي في هذا. السلام عليكم. قيمتها يا شيخنا؟ قيمتها نصف العشر. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياكم الله شيخنا الكريم. وحياك وبارك فيك وفي مسعاك. الله يحفظكم الله يبارك فيكم شيخنا. الله يحفظكم. وياكم وياكم. انا عندي سؤال. الله يحفظكم وبارك الله فيكم. وفيكم. وانا شرفت حجيت مع فضيلتكم عام 35. الله يبارك فيك، تفضل سؤالك يا الله يكرمك. سؤالي شيخنا الله يحفظك، عندنا احد الاخوه هنا في مكه يحتاج دراهم في مصر لشراء بيت. ايه. وقال لي وانا عندي المبلغ هذا موجود الان في مصر مصري، فقال لي خذه
الآن سعودي هنا وأقرضني هذا المبلغ هناك لأشتري هذا البيت، فما الحكم في هذه المسألة؟ كيف خذه هنا سعودي؟ أنت بين أمرين، إما أنك تبيع له العملة في السعودية تأخذ الفلوس السعودي ووكيلك في مصر في نفس التوقيت يأخذها مصري ولا بأس بذلك في نفس التوقيت، إذا كان هناك تباين في الوقت ستوكل سيجعلك وكيلا، قل له أنا وكيل في إرسال المبلغ إلى مصر وفي تغييره لك في مصر وأخذ على وكالتي 1010 مثلا، كذا تكون صورة واضحة كوكالة. اي نعم، هذه الصورة التي ذكرتها فضلتها هذه التي الله يوفقك سامي، جزاكم الله وإياك وجزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ازيك عم الشيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. في شخص عزيز عليا جنبي عايز يسلم على حضرتك. ائتي به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. لما يكون واحد بيطلع عقود عمل اوروبا. عقود عمل اوروبا. عقود عمل اوروبا وهو يسأل عن هل السفر يعني للدول الاوروبية دي. عقود عمل اوروبا اولا مزورة ولا غير مزورة؟ لا سليمة 100%. سليمة سليمة. يعمل في ايه؟ واللي بيروحهم ما بيدفعوش فلوس الا اذا راحوا لقوا طيب كلام اللي انتهينا من هذه القصة. ثانيا العمل هيعملوا ما عملوهم؟ لا، اشتراطا من هنا ان هم هياخدوا اقامتهم ويبقى حر انفسهم. حر اشتراطا. ايه. على كل ما نستطيع ان نحرم عمله لكن ينتقي الصالحين افضل. تمام. الله لكن ليس السلام. الله يجزيك وياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ما حكم قراءة القرآن في المياتم بأجر؟ على كل هذه الصورة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لكن ما أستطيع القطع بالتحريم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا رجل يقول أنه الحديث الذي يعجبه سيصدقه والحديث الذي لا يعجبه لا يصدقه، هل يجوز يعني هل ينفع كده يعني؟ الحديث الذي لا الذي يعجبه يصدقه والذي لا يعجبه لا يصدقه؟ واللي يعجبني غير اللي يعجبك، ضاع الدين. يعني في حديث يعجبني وما يعجبكش، وفي حديث يعجب أبوك وما يعجبش أمك، ماذا نصنع يعني؟ هل نخرب الدين بهذه الطريقة؟ الله يغفر لك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش يا شيخ، لو هي يعني واحدة ست وعايزة افتح قناة على اليوتيوب من غير ما اظهر بوجهي، يعني هل ده حرام ولا حلال؟ يعني هتعمل ايه في القناة؟ ماذا ستصنع؟ يعني طبخات كده من غير ما اظهر بوجهي، يعني مصدر الفلوس اللي هتدخل لي حرام ولا حلال؟ لا، ما انا على القدر الذي سألت عنه حلال، لكن هل هناك توابع انت اخفيتها في السؤال ام لا؟ لا يعني في مناظر قبيحة هتطلع على صفحتك ام لا؟ لا ما فيش اي حاجة، انا منتقبة. ما انت هتاخد فلوس ازاي يعني من اليوتيوب الا اذا لا يعني من مثلا المتابعين؟ من المتابعين يعني. خلاص ما فيش مشكلة اذا كانت المادة التي تبثينها حلال لا بأس. تمام يا شيخ، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتكرمت يا شيخنا سؤال بس دلوقتي، هل يجوز للأم أن تسدد دين ابنها؟ يعني في أخ عليه دين لأخوه
هل يجوز للأم أن تسدد دين ابنها؟ يجوز إذا كان دينا في حق، لكن إذا كان دينا في اشترى أشياء مثلا سيارة اشترى كذا فستسدد عنه، تعدل بين الأولاد في الهبات. والأخ بيسعنا في الغربة فظروف 13 فنزل فهو مستني لما يورث من أمه وياخد ورثه مقابل الدين ده، فهل يكون الأم انها تسدد عنه؟ يعني الأم تسدد عنه وتقول له اخصموا يا أولاد من كدين عليه؟ إذا أنا مت اخصموه من الراس؟ أخوه متسني لما هو يورث من أمه على عمر طويل وياخد الجزء اللي هو. طب الأم الآن، الأم قالت هذا دين عليك ولا هذا هبة مني لك؟ لسه يعني لا، اسألوا الأم هي يما الفلوس دي هبة منك ليا ولا دين علي؟ إذا قالت هبة مني لك ليس لهم أن يطالبوه بشيء، فتجوز الهبات المسببة. يعني يجوز الهبات المسببة جايز، الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى العدوي. نعم مصطفى، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك. بس إذا ممكن أتكلم معك على الخاص، كيف يعني ومتى، وهل يوجد واتس يعني؟ لا أنا ليس عندي واتس. سؤالك اسأليه سريعا، لأن حتى على الخاص سين وجيم سريعا ما عندي استرسال في الكلام. رقم الخاص 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. عايز اتحكش يا مصطفى، طب صدرك يتصل على الله يغفر لنا ولها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطيه دارا خيرا من داره وأهلا وزوجا خيرا من زوجه. تسأل أنت عن شيء، هل المرأة نقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ نعم. قال بعض العلماء أن اللفظ تعبدي، وقد يقصد بالزوج ليس الزوج المعاشر إنما الزوج المثل، لكن عموما من العلماء من يمنع من ذلك. ولذلك بعض الدول يقولون المتوفى امرأة حتى يحترز عني، حتى لا يغضب زوجها ويقول تفرقون بيني وبين زوجتي. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل عن مواعيد شرح متن أبي شجاع لكم. مواعيد شرح متن أبي شجاع عندنا يفترض أنه يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، لكن قد تكون هناك إجازة غدا، الله أعلم. جزاكم الله خير. وياكم. افتح يا حسن لان انا لا اعرف يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا. وحياك. بارك الله فيكم. سؤال آخر بارك الله فيكم، كنت أسألك من شوي عن سؤال تحويل الصرافة. في سؤال شيخنا، في شقة الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، وهم الآن قالوا أن في العقد مكتوب أنه في حالة تأخر، هي طبعا أقساط دفع مقدم والباقي أقساط على سنتين، قالوا في مكتوب في العقد في حالة التأخير عن سداد دفعة تدفع من 5% من قيمة أنا العقد. أنا أريد أن أسألك سؤالا أولا، هل الشقة موجودة أو على المخطط؟ لا موجودة. يعني شقة حية قائمة يعني موجودة. نعم. إذا كنت تستطيع أن تسدد في الوقت فحينئذ سنعتبره شرطا معطلا. نعم. واضح؟ نعم. وأقدم على المسألة. طيب.
طيب شيخ انا في نفس العقد مكتوب وديعه صيانه 8% هذه عند الاضطرار عند الاضطرار يعني ياخذون من كل شخص 50,000 جنيه كوديعه الناتج منها يصرفون على النظافه والله يعني مضطرون اليها اذا كنت مضطرا اليها جازت للاضطرار طيب شيخنا بارك الله فيكم وفيكم وإياك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم الصوت غير واضح السلام عليكم عليكم السلام نعم ماذا عندك؟ أريد أن أسألك سؤالك يا شيخان اسأل يا حبيب أرضعت أمي مع بنت أرضعت أمي مع بنت عمتي رضع واحدة مجمعة أرضعت أمي مع بنت عمتي رضعة كيف أرضعت أمك مع بنت عمتك؟ أرضعتني أنا أمك رضعتك وبعدين؟ وبنت عمي رضع واحدة بنت عمك رضعت من أمك رضع واحدة؟ مجمعة. أنت اتجوزت بنت عمك ولا إيه؟ سؤال من أخت، سؤال من أخت. يعني مش أنت لست أنت يعني. مش أنا يعني يريد أن يتزوجها الولد ولا لا؟ يريد. أنا أنصحه بالبعد من الأول لأن مسألة عدد الرضعات المحرمات فيها خلاف بين أهل العلم. فيها خلاف بين أهل العلم. لا تعرض نفسك للفتنة هذه، الجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم. هناك من يقول ثلاث وهناك من يقول خمس فما دامت لم تتزوج لا تتزوج هذا الولد حديث من أوزر مرسلا صحيح صحيح أجاوب صحيح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ اتفضل صحة حديث المقداد الطويل اللي هو ان هو شرب نصيب شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان دخل تحت السرير ولا خد اللبن اللهم الحديث ثابت صحيح طب وحديث سيدنا مسلم ان هو ان الله يوم القيامه يجعل فداء كل مسلم فكاكه من النار يهوديا او نصراني صحيح 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 ايوه صحيح العلماء اللي اعترضوا على الحديث هل الاعتراض على السند ام عن المتن في حديث مسلم الاعتراض ان هم خايفين من الكفار بس فكل شيء يخالف هوى الكفار يحاولوا يلغوه. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا التخصيص مع وجود غرام التأخير إذا كنت ستسدد في الوقت وتأمن ألا تتأخر فسنعتبره شرطا معطلا ولا بأس وإذا وقعت فيها شيخنا يبطل العقد إذا وقعت فيها ما يكون ربا لا إله إلا الله أتعبناكم الساعة كم يا عليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أحبك في الله شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتنا له الله عنا خيرا ونفعنا الله بك وإياك تفضل لي سؤالان يا شيخ سل السؤال الأول في يوم أتيت متعبا من العمل ونمت عن قيام الليل وعن صلاة الفجر وعندما استيقظت فما الصورة لكي أعيد قيام الليل بالوتر وصلاة الفجر صلي سنة الصبح وبعدها صلي الصبح وبعدها صلي ما شئت بارك النبي عليه الصلاة نام عن صلاة الصبح ذات يوم ما أيقظه إلا حر الشمس فصلى سنة الصبح ثم صلى الصبح بعد ذلك كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 16 ركعة طب لي سؤال آخر يا شيخ سأل يا بني بارك الله لنا فيك شيخ يعني في امور يختلف فيها في صلاة القصر يعني بعض يعني انا سمعت اراء كثيرة في من يقول انك عندما تغادر بلدتك لم يشترطوا المسافة التي لا يعني كيف لم تغادر بلدتك هل انت يعني من اي البلاد من اي البلاد من البحيرة
البحيرة. من أي البحيرة؟ من كم حمادة. من كم حمادة؟ يعني إذا خرجت من كم حمادة من القرية ولا من المدينة؟ من المدينة. مدينة كم حمادة. يعني ما تروح تيل بارود هتقصر ولا تتم؟ لا سفر. أنا هو يعني رأي غلط. لا يسمى مسافر، لا يسمى مسافر الذي غادر بلدته كيلو أو اثنين للقرية المجاورة، لا يسمى مسافر. إنما إذا كان خارج، مثلا أنت خارج من كم حمادة ورايح القاهرة، بمجرد خروجك من كم حمادة تقصر، لأن ليست منتهى سفرك، ليست منتهى سفرك. مع السلامة يا حمادة. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك. وإياك، تفضل. لو سمحت، كان عندي يعني أمي قالت لي طلق مراتك. الله يهديك. لخلافات يعني بينهم أو مشاكل وكده، وقالت لي في الآخر أنت تحرم علي. فأنا بقى قالت العجوز لابنها طلق زوجتك، إن لم تفعل أنت محرم علي، تحرم علي تدخل علي. ما السبب الذي من أجله قالت لك أمك طلق زوجتك؟ السبب أن في بينهم مشاكل كده، يعني شوية مشاكل كده، والمشاكل ديت مشاكل عائلية. يعني هل زوجتك عائلية ظالمة لأمك تشتمها تضربها أو مشاكل عادية بين النساء؟ حصلت لا مشاكل عابرة كده وحصلت مرة بس. إيه؟ لا إذا هنا أورد العلماء ومنهم شيخ سمتمية، إذا قالت الأم لابنها طلق زوجتك دون إبداء سبب داع إلى ذلك فلا تطاع، لأن هذا فيه نوع إفساد والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. ليست كالأب الرشيد. الأب الرشيد إذا قال لابني طلق زوجتك وكان رشيدا كالخليل إبراهيم غير عتبة بابك، أو كعمر لما أمر ابنه عبد الله بتطليق زوجته، يطاع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم محمد، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ما في عمرك، تفضل. بقول لحضرتك، لو واحد مثلا بياكل وبيشرب في نفس الوقت بيدلع يعني كده، وماسك الكوبايه بيده الشمال بيشرب بياكل ويدلع وماسك بيدلع ولا ببلع؟ لا يدلع، مش يدلع. يدلع ولا يدلع؟ باء ولا دال؟ لا لا يبلع بالبيه. يبلع، ياكل ويشرب ويبلع بالشمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن احدكم بشماله ولا يشربن بها، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها. جزاك الله خير. بالنسبه حاجه سريعه ثاني يا شيخ، ربنا يبارك فيك. ايوه فيك. بالنسبه لفيزا المشتريات، كلمه بالنسبه هذه كلمه ملاش اصل، كالفصل عند المصريين، النسبه والبتاع. حاضر. النسبة والبتاع والزيك. خلصوا منها. اتفضل. فيزا المشتريات حضرتك قلت ان هي بتبقى شرط معطل، طب مجرد الاتفاق على محرم حتى لو لم يقع؟ لا لا انا ما اخترنا شرط معطل، وانت غدا ستفعل فيزا مشتريات رغما عنك. ربنا ينجينا واياك من الفتن. امين يا رب. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى، لو سمحت، لو ابويا كان مسافر في العراق وكده وجاء في اثناء الحرب. ايه. وكان بيجيله تعويض، بس كان الحواله كانت باسم جدا الله يرحمه. وجد خد الحواله امال. لا ما كانش بيدي لابويا اي فلوس خالص من التعويض. ايوه يعني جد خد الفلوس وكلها على ابوك. وبعدين؟ ايوه. فهل ده حلال ولا لا يجوز؟ ابوكي جدك خد فلوس ابوكي، ظلم والدك وهو اللي كان في العراق، بس كانت الحواله باسم جدي يعني كده. خلاص ما احنا يعني الحواله باسم، ما سمحوش الحواله صوره رسميه بس. يعني جدك عايش ولا مات؟ لا ده كان وهو عايش برضه، بس هو حاليا جدي مات. المهم كان جدك غلطان خد فلوس ابوكي، الله يرحمه. طب يا شيخ، سؤال ثاني. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي لو انا مثلا عمي كان مسجون وجدي باع ارض عشان خاطر يطلعه من السجن، كان مسجون ليه؟ تاجر مخدرات ولا مسجون ليه؟ لا كان مسجون زور. زور. ايوه راجل مظلوم يعني، ممكن نعين المظلوم يعني. فدلوقتي ابويا برضو كان اتزنق في فلوس وكده في مبلغ كبير في عمليه لاحد اخواتي يعني.
ايوه. فجدي ما ساعدش ابويا في الحكايه دي، فهل كده يجوز التفرقه ما بين الابناء ولا لا؟ لا انت زعلانه من جدك ليه بس كده؟ لا لا يجوز التفرقه، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. بس يمكن ابوك غني شويه وجدك عشان كده. لا والله والله ابدا يا شيخ، يعني ربنا وحده عالم بالحال والحمد لله. يلا ربنا يغنيك من فضله. امين. اللهم امين. فهد السلام عليكم. سمحت. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. والدي متوفى بقاله 8 سنين. الله يرحمه. اما جيب سيرة والدك يا مسلمة، هو ما عملش فيك خير ابدا. وخلي والدي رحمه الله، الله يرحمه. ها. الله يرحمه رحمة واسعة. امين يا رب. ها. يا شيخ كان عليه مبلغ من المال. وبعد؟ متوفى بقاله 8 سنين. وبعد؟ واخواتي قالوا ان هم يتكفلوا بالمبلغ ده. ها وبعد؟ فهم ما دفعوش المبلغ اللي عليه، هو عليه ذنب؟ ها؟ هو عليه ذنب؟ طبعا مدين ومات، هو له تركة ولا ليست له تركة؟ ايه؟ كان له تركة تركها ولا لا؟ بيت بس. طيب البيت قبل ما يقسم يقسم الدين الذي عليه من البيت ويقسم الباقي، وإن لم تفعلوا فأنتم ظلم كلكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم، وبهذا القدر نجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم. آخر سؤال. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. ان شاء العنوان يا شيخ عشان انا ان شاء الله عايز اجي حضرتك يعني استفاد منك باذن الله. عنواني في قريه تابعه لمحافظه الدقاليه، يقال لها مني سمنود مركز اجا محافظه دقاليه قريه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خلاص.